ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وربطها على جميع المستويات
استثمارها السبيل الأجل لتعليم حكمة ترابية جيد. وقد عرفت هذه الحركة ترقيا مجموعة من مجال السلطة المستوفين للشروط النظامية بعد إجراء مقابلة شفوية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاد وعمال وحديث شرف وجودي من بين أعضائها. وقت ما تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة وفي ذات السياق وجب التنويه وتقديم الشكر والامتنان للسادة رجال السلطة الذين غادرونا للعمل بعمالات وأقاليم أخرى. فباسمي وباسمكم جميعا أتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة وأهنيهم على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم. ويتعلق الأمر بالسادة السي حبيب العالمي للثقافة والتمريض اللي هو رئيس العام للعمل والإنتماتيين والكاتب العام والحق بديوان السي والي جهة الرباط الإلكتروني الدراسة السي علال بيو رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية للعمالة والإنتماتيين والنص صفة على مستوى العمالة تقديم في العام السرعة والسي الحسن مشكولاي رئيس دائرة رئيس الديوان الذي تم تعيينه بمصالح المركز ديال وزارة الداخلية. السيد عادل المريد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية لهذه العمالة والذي تم ترقيته كرئيس لقسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم زاوية. السيد مبتر فلوح رئيس دائرة زرعون الذي تم ترقيته إلى درجة كاتب عام بعمالة إقليم دريش. السيد أحمد الحمداوي مدير الحي الجامعي ومكناس الذي تم ترقيته إلى درجة رئيس دائرة مدير الحي الجامعي بفاس نهر المهرات. السيد سلام خيا بشر بكران الذي تم تعيينه كرئيس دائرة الرشيدية بعمالة إقليم الرشيدية. السيد إبراهيم البدوي رئيس دائرة عين عمان الذي تم تقيله بالصفة إلى مصالح مركزية الوزارة الداخلية استمرار في حياته العملية. السي سعيد بوكري ممكن الناس اللي ما معناش لانهم الاوقات ديال التنسيق ديال مناطق اخرى ما تتكلم دون الحضور ديالهم. السي سعيد بوكري اللي تتعرفوا كاملين قائد الحلقه الاداريه واللي تم ترقيته الى درجه رئيس دائره بنفق اخرى بعماله اقليم حسين. كما تم في نفس هذه الحركه تمكين على رجال السلطه بنفس الرتبه للعمل ببعض العمالات واقاليم المملكه كما هو الشان بالنسبه للساده الحسنيه قائد قياده عين عمان لانتقل نفس الصفه الى عمله طنجه الاصيله. السي حسني حموش قائد ديال المايه لانتقل نفس الصفه الى عمله اقليم اسفي. السي خالد العثماني قائد قياده ولي لانتقل نفس الصفه الى عمله اقليم وادي الذهب. كذلك 16 ينتقل نص الصفه الى عمله اكاديميه الدوتنان. والسي مصطفى بعيد البعث بقائد رئيس الملحقه الاداريه للبستان لينتقل نص الصفه. ويونس اليونسي لرئيس الملحقه الثانيه لينتقل نص الصفه الى عمله مقاطعه تنفيذه بالسلطه. بطبيعه الحال تم كذلك استجابه لبعض الطلبات لكل السي عبد العالي الزعيم خليفه القائد للعمل عملة أكاديمية الدوتنان ونور الدين راميس خليفة قائد العمل بنفوذ عملة إقليمية. حضرة السيدات السادة، في اليوم ننصب اليوم فريقا جديدا أتى إلينا مجموعة من العملات وأقاليم المملكة يتميز بكفاءة مهنية عالية وتجربة طويلة في مجال السلطة من خلال حسن وفائق الشخصية لمسارهم المهني فضلا عن تكوينهم الدراسي العالي. وفي هذا الصدد وتفعيلا لنتائج الحركه الانتقاليه وتطبيقا لتعليمات السيد وزير الداخليه فان يسعدني ان اشرف على التنصيب يوم كل من الساده محمد برده لتخذلنا من عمل
بارتي سي مصطفى الشبلي. رئيس دائرة رئيس قسم الشؤون الداخلية لتحت النمل العاملة ديال الإقليم الفيكي حيث كان تيشغل نفس المنصب وتم ترقيته إلى درجة رئيس دائرة. فهو حاصل على إجازة في الاقتصاد وعلى دبلوم معهد الملك للإدارة الترابية وصفت ليه العاملة على مستوى ولاية بن بلال كمساعد رئيس قسم الشؤون الداخلية. سي رشيد الحجامي باشا Thank you.
في إيجاد حلول مناسبة ومناسبة. إن على أرض
الفارس الترابي انظر كيف اهتمام عربيتين اضحت اشبار الاهميه الاولويه من حمايه البيت والعمل الاجتماعي وبان تسخر جميع الوسائل لادماج الفئات المحرومه في المجتمع وضمان كرامتهم. انتهى مقتطف من كلام صاحب الجلاله. اسمحوا لي كذلك باستحضار ايضا مقتطف من الخطاب الملكي السامي 30 اكتوبر من سنه 2010 عند افتتاح الدوره الخليفيه للبرلمان. حيث قال جاء في النطق الملكي فاننا نؤكد على ان الاثمان جاد بالسلطه الذي اطلقناه في خطابنا المؤسسه للدار البيضاء في اكتوبر 1992 يظل ساريا في العمر. فهو ليس إجراء طرفيا لمرحلة عابرة أو مقولة للاستهلاك، وإنما هو مذهب في الحكم مطبوع بالتفعيل المستقر والالتزام الدائم بروحه ومنطقه. انتهى نطق الملكي. حضرة السيدة السادة، أجد هذه المناسبة هذه فرصة لأن أستعرض على حضارتكم حصيلة إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية التي وبالفضل تضافر جهود كل مدخن وكل من موقعه عملنا على دورتها ومواكبة إنجازها. هذه المشاريع التي أكملت مختلف القطاعات من بنية تحتية وقطاعات إنتاجية وكذا مجموعة من المشاريع في المجال الاجتماعي تتجاوز كلفتها الإجمالية 3 مليار درهم، تم تبرمجة في إطار مخططات التنمية في الجامعة الترابية أو البرامج الحكومية، كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية القروية والمغرب الأخضر وباقي البرامج القطاعية. وفيما يخص البنية التحتية يتم حاليا إنجاز مزيد من 100 مشروع ورصد لها غلاف مالي يناهز 2.6 مليار درهم من المشاريع المتعلقه باعاده الاسكان التي تشرف عليها شركه العمارة للناس ومشاريع السكن الاجتماعي وبرنامج المدن بدون صافي والبرنامج الاستعجالي لمعالجه البنايات الاين الصغرى ومشاريع تقويه وتجديد شبكه هرسان من طرف الوكالة المستقيمة لتوزيع الماء والكهرباء للناس والمشروع المهيكي لسد احتياجات المستقبلية لمدينة الناس وفاسد الماء الصالح للشرب انطلاقا من التدريس الأول والذي يقوم بإنجازه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بكلفة تقدر ب1.7 مليار درهم. كما تم رصد غلاف مالي يقدر ب550 مليون درهم لإنجاز مشروع تهيئة الحضرية للشوارع الرئيسية بالكاس، وكذا مشروع تهيئة غابة الشباب بتكلفة تقدر ب30 مليون درهم، وتم تخصيص 219 مليون درهم لإنجاز برنامج إعادة تأهيل الأحياء الناقصة للجيش بالكاس، 249 مليون درهم لبرنامج تأهيل مركز الزوار في جامعة الخيجة. أما فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي يتم حاليا انجاز 19 مشروع بتكلفه اجماليه تناهز 138 مليون درهم من 6 مشاريع تهم محور السياحه اهمها ترميم طريق المولى اسماعيل وسبع الزوايا للمدينه العتيقه وترميم وصيانه فضاء صحراء السوان وتلبيه لمتطلبات وحاجيه الساكنه من المرافق الاجتماعيه. يتم حاليا انجاز 66 مشروع بقيمة مالية تقدر بحوالي 161 مليون درهم تتوزع ما بين بناء وتوسيع وتجهيز المؤسسات التعليمية والصحية ومعاهد التكوين المهني وكذا مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز السوسيو تربوية والقاعات متعددة الاختصاصات. وفيما يخص المشاريع المبرمجة التي هي في طور الدراسة فيتجاوز عددها 300 مشروع بكلفة مالية تناهز 4 مليار درهم، أهمها برامج التمويل الحضري
الإسلام وسودان وقف كرام وبلية الإسلام ومجموعة من المراكز الحربية وبرنامج معالجة في آيات غير الصحف بالمدينة العاصمة للكناس ومشروع حماية الكناس من خطر فيضان ومشروع تقنين ذوي المنع التابعة عن الكناس بناء صحيح الشرط انطلاق من السكريس الأول وبرنامج ترميم وصيانة وتوظيف التراث المعماري والحضاري لمدينة مكناس التاريخية وإحداث منطقة صناعية جديدة بمدينة فيستان. حضرة السيدة السادة، باختصار لأنه هذه المشاريع وجدنا دائما نذكر بها لأنه بطبيعة الحال السادة لجنة السلطة تيكون واحد التجديد ديال تيمشيو الناس ويجيو ولكن هناك استمرارية في العمل التنموي بمعية السادة المنتخبين ومصالح ديال الدولة. ارتأيت بأن المنتخبين على مسامع السادة لجنة السلطة لأن من المهام ديالو هو كبس برامج من برامج التنموي إلى بالإضافة للعمل اليومي هناك عمل وكول السادة لجنة السلطة وهو مواكبة برامج الدولة و مصاحبة الجامعات الترابية في المشاريع ديالها. فاختصار اللي بغيت نقول ان المجال الحالي المستقبلي الحمد لله اللي عملت مكناس يرتكز بالاضافة الى البرامج اللي ذكرت على قطاعات التركيز والعناية والتركيز عن القطاعات اللي هي تشكل دعامة للاقتصاد المحلي وهي بطبيعة الحال القطاع الفلاحي مهم وبصاحبه بالنسبة للصناعة التحويلية وتسكية الغرار المنطق وكذلك القطاع اللي مشينا فيه وهو ديال الكرمج فعلى مستوى المسؤول أن يشغل التقريب الحالي اللي يريد ما يمارس 6000 شخص. فبطبيعة الحال إلى جانب القطاعات الأخرى الاجتماعية والخدماتية لأن هي مهمة وتشغيل كذلك اليد العاملة. فاللي مطلوب من السادة لجنة السلطة كما ركز عليه هو المواكبة ديال هذه المشاريع لأن مهمة قصر وهي استمرارية. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن الحبيب تحت القيادة الرشيدة لعائلة مفتى الملك محمد السادس نصر الله ان يزال بنا فخرا وملاذا لهذه البلاد واقرع انه ولهتي محبوب ولي حسن وصل الى الرشيد مولى الرشيد وسائر افراد اسره ذاته الشريفه انه سمع الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله. إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب عزك وكرامتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سيدي محمد السادس يا رب انصره ولا تنصر عليه، يا رب وفقه لكل خير وعين عليه، هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا ربنا. اللهم يا ربي قر عينيه بولي عهده المولى الحسن وسنود المولى الرشيد، واحفظه يا ربي في اسرته الطيبه في اسرته الصغيره والكبيره يا رب العالمين وفي وطنه الشريف يا رب العالمين. الملكين الجليلين المغفورين لهما محمد الخامس والحسن الثاني، اللهم يا ربي اجعلهما في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اخواننا الصالحين اللهم يا رب وفقهم لخدمه هذا الوطن، اللهم وفقهم لكل خير واعينهم عليه يا رب العالمين، اللهم وفقهم لرعايه امن هذا الوطن ول
هي خبرة عيني جلالة الملك محمد السادس نصره الله يا رب العالمين. اللهم يا رب ولي أمورنا خيارنا، اللهم اجعل بلدنا هنيئا مليئا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم اطفئ الفتن ما ظهر منها وما بطن في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ببركه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم اصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.